فالقاضي يصدر حكما. هل القاضي هو الذي ينفذ الحكم؟ سؤال. القاضي سأصدر القضاء، عامل عندك احنا في الجزائر قضاة يديروا قضاء ولا لا؟ يحكم باللي هذا عنده 10 سنين حبس، جي نقرص صح ولا لا؟ هم عندنا احكام بالاعدام موجوده ولا عندنا الاحكام بالاعدام؟ القاضي حكم على فلان بالاعدام وفلان بالاعدام، لماذا لم اصدار الحكم لا يعني تنفيذه. التنفيذ يكون لمن؟ للحاكم. التنفيذ لا يكون للحاكم، والحاكم لا بد ان ينفذ حكم الله عز وجل. لكن في بعض الاحيان الحاكم ماذا؟ قد يعفو ولا لا؟ قد يدير قرص. اذا احنا الان نخلط بين هذه الاشياء. اصبح لو كان يجي داعيه من الدعاة او عالم من العلماء يتحدث في موضوع، مثلا موضوع الرده، يتكلم في موضوع الرده يقول انت تكفر الناس، صحيح ولا لا؟ هذا يا اخوان عندما لو كان الان الامام في مسجد يقول احكام الرده، هل يقال هذا امام تكفيري؟ هذا مش يكفر بالناس، لان اصدار الحكم بالكفر ما رده الى من؟ الى القاضي. القاضي هو اللي يجيب هذا الانسان الذي يقال له مرتد، وهو الذي يساله ليعرف الاحوال نتاعه، صح ولا لا؟ اما العالم، العالم يفقه الناس في الدين نتاعها، ومن الفقه في الدين ماذا؟ احكام الرده. احكام الرده مش موجوده في الكتب؟ خذ مثلا، انا اليوم نجيب لكم فقط يعني مسائل حتى الناس لا تخل، حط كل داء كل مساله بماذا؟ في دائرتي. هذا شرح الزرقاني لموطا الامام مالك رحمه الله. الامام مالك عنده الموطا ولا لا؟ وكلنا نسمع وزير الشؤون الدينيه، رئيس الجمهوريه، الناس تقول احنا مالكيه، نحن مع الامام ماذا؟ احنا مع الامام مالك. طيب يا سيدي يا امام مالك، اسمع ايها الهالك ماذا يقول الامام مالك رحمه الله. انظر الان ما يقول: باب القضاء في من ارتد عن الاسلام. باب القضاء في من ارتد عن الاسلام. وين ادرج الرده؟ ادرجها في باب القضاء ولا ادرجها في باب الوعظ والارشاد؟ قضاء. بمعنى قضية الحكم بالردة على أي شخص مرجعه إلى من؟ إلى القاضي. القاضي هو الذي يحكم. قد تكون عنده شبهة، يزيلها القاضي ولا لا يزيلها القاضي؟ قد يكون إنسان ظاهره أنه ارتد ولكن عنده دوافع دنيوية، لا بد من ماذا؟ هذه كل من ينظر فيها، ينظر فيها القاضي. إذن الآن الإمام الزرقاني عندما تحدث، أو الإمام مالك في الموطأ، ما نجم نقولوا الإمام مالك تكفيري ما دام تحدث عن الردة. هل كل من يتحدث عن أحكام الردة يعتبر تكفير؟ وكل من شرح أحكام الكفر لا يمكن أن ننعته بأنه تكفير. نقول هذا فقيه يبين حكم الله عز وجل في من قال، من اعتقد كذا، ومن فعل كذا، ومن قال كذا، صح ولا لا؟ نحن نبين الأحكام، هل نصدرها؟ نحن لسنا قضاة. هل ننفذها؟ نحن لسنا ماذا؟ لسنا حكام. لو عرف كل واحد منا الدائرة نتاعه لما وقع هذا الخلط. الآن لما يجي واحد الآن يقول لك ما هذه أحكام الردة، شيء مغلق. أحكام الردة موجودة. أنا لا أتيكم الآن هنا بما قاله ابن تيمية، ولا ما قاله محمد بن عبد الوهاب، ولا ما قاله حسن البنا. أقول لكم هذه الأحكام موجودة قبل أن يولد هؤلاء جميعا. إذا قبل ما تقولوا باللي قالها فلان وفلان، قالها الإمام مالك رحمه الله. من يجرؤ على أن يقول الإمام مالك خطأ وينبغي أن نزيح باب الردة من موطأ الإمام مالك في القرن الرابع عشر؟ صح ولا لا؟ إذا هؤلاء العلماء أو هؤلاء الشباب عندما يشرحون الأحكام من أين يأتون بها؟ الشافعي يرجع إلى الشافعي، الشافعية يرجع إلى الشافعي. الشافعي عنده باب الردة في الأم ولا ما عندوش؟ طيب
طيب ابو حنيفه عنده الرده ولا ما عندوش؟ احمد بن حنبل عنده الرده ولا ما عندوش؟ هؤلاء الاربعه في كل كتبهم تحدثوا عن الرده وتحدثوا عن احكامها، سواء الفقه المالكي او الشافعي، وهي معلومه من الدين ماذا؟ بالضروره. هل هؤلاء هل هؤلاء تكفيريون؟ هل هؤلاء ارهابيون؟ هل مالك الامام مالك رحمه الله يعتبر من الارهابيين لانه شرح الرده واحكام الرده؟ هؤلاء علماء يبينون الحكم، القضاء لمن؟ للقاضي. لكن القاضي من؟ ينبغي ان يكون قاضي مسلم. والحاكم الذي ينفذ ينبغي ان يكون ماذا؟ مسلم. يعني ممكن الدائره الاولى ان اسال انا على الحكم امي اطبق الحكم على ماذا؟ على نفسي. والمفتي ممكن يفتي ولا لا؟ لكن المشكله وين؟ المشكله في القاضي، والمشكله في ماذا؟ في الحاكم.